امبارح اختتم المؤتمر العلمي السنوي التاسع لامراض الصدر والعلاج بالتبريد، واللي شارك فيه 85 عالم بالاضافه ل 450 طبيب من اساتذه امراض وجراحات الصدر في مختلف الجامعات المصريه. يمكن المؤتمر كمان ناقش اخر المستجدات الخاصه بالعلاج بالتبريد ورفع الكفاءه العلميه للكوادر الطبيه. خلونا نعرف تفاصيل اكثر من خلال الدكتور احمد يوسف، استاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكليه الطب جامعه الاسكندريه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ احمد، ازي حضرتك؟ استاذه جمانة، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، صباح الخير. ازاي استاذ المشاهدين؟ اهلا بحضرتك دكتور. عاوزين نتكلم اكتر عن اهميه عقد مؤتمر امراض الصدر والعلاج بالتبريد، ويعني ايه علاج بالتبريد؟ لان يمكن ظهر مؤخرا ويمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشوف الاحماءات كمان اللي بيعملوها لعيبه الكوره من خلال العلاج بالتبريد. طبعا هو العلاج بالتبريد مش قاصر بس على اورام الرئتين، ده بيستخدم في كل المجالات، زي مثلا الامراض الجلديه العلاج بتاعها والاورام، الكلى، الكبد، حتى الاصابات الملاعب، ده من الحاجات الممتازه ممتازه ممتازه. ودلوقتي حتى بدل لو تفتكر حضرتك في حاجات التخسيس لا شط الدهون وكده، فبقى في اجهزه للتبريد ان هي بتقلل خالص الدهنيات، ففي كل التخصصات موجوده. عشان كده في الجمعيه الدوليه العالميه للتبريد، مش للصدر بس، ده كل المهتمين من الاطباء باستخدام علاج التبريد في كل المجالات. يعني دكتور، حابين برضو نعرف من حضرتك بالنسبة للعلاج بالتبريد، حضرتك بتقول ان احنا ممكن نستخدمه لعلاج امراض عديدة، لكن عايز اعرف من حضرتك نسبة النجاح او نسبة التعامل بالتبريد في مصر اصلا وصلت قد ايه، ونسبة نجاح العلاج بهذه الطريقة قد ايه؟ هو بص حضرتك، بالنسبة لنا احنا كأورام في حاجتين، يا أورام حميدة اللي هي زي مثلا كأس الدهنية والحاجات اللي بتظهر في الشعب الهوائية، أو الأورام الخبيثة. بالنسبة للأورام الحميدة دي الشفاء 100%، لأن حضرتك بنعمل تجميد للورم وبعد كده إزالته تماما. لكن بالنسبة للأورام الخبيثة، لو هو بالنسبة له في الأول خالص، فبنعمل عمليات اللي هو مثلا نشيل فص من الرئة، ممكن نشيل الرئة كاملة، ودي بتبقى أساسة جراحة الصدر. لكن بالنسبة لنا إحنا لو المريض خلاص ملوش العمليات بقى وقالوا لا خلاص ما ينفعش، فكان زمان قبل العلاج بالتبريد بيقدر بيقعد يقح ويجيب بصق دموي كتير، يحصل لهجان جامد قوي، وما كانش ليه غير العلاج الكيماوي والجلسات اللي هو برضه بيفيد كويس جدا. لكن في اورام ما بتستجبش للكيماوي والجلسات، وطبعا عدت مرحله العمليات، ففي هذه الحاله بقى العلاج بالتبريد هو اللي بيجيب نتائج كويسه جدا. فبيعمل تجميد للورم الخبيث وبيقلل انتشاره، وبيعمل لو حصل مثلا ان في سده في الشعب الهوائي وحصل فيه انكماش في جزء من الرئه او كل الرئه، ما شاء الله بتفتح تاني المسارات الهوائيه ويرجع تاني يتنفس كويس جدا، ويبقى الباسك الدموي يقل قوي قوي قوي، والالتهابات الرئويه بتخف كتير جدا، وحالات كتير الحمد لله الحمد لله اتحسنت كويس قوي. الحمد لله. طيب دكتور احمد، يمكن الفكر الخاطئ لدى الغالبيه العظمى ان فكره ان انا ادخل الغرفه دي درجه الحراره فيها يعني بتبقى تحت الصفر بدرجات كبيره جدا، البعض بيتخوف من فكره انخفاض درجه الحراره الشديد ده قد يؤدي الى وقف الاجهزه او توقف الاجهزه الحيويه للجسم. ترد عليهم تقول لهم ايه وازاي تطمئنهم؟ هو استاذ احمد الحته دي مش يعني مش هو ده العلاج بتاعنا، لكن هنا اللي هو العلاج بالتبريد ده حضرتك بيستخدمه الغرف وماينس 40 و60، ده لما بنقول عايز الحاجات الحيويه للجسم، يعني ايه؟ انا ما عنديش مرض بس انا عايز اعمل زي ساونا، فدي بتعمل حاجه كويسه جدا وبتحفظ كل الاجزاء، فدي بقى بيستخدموها دلوقتي حضرتك كحاجه وقائيه مش علاجيه، لان هو بيدخل فعلا زي ساونا كده وبيبقى نشط كويس قوي. عرفوها ازاي بقى حضرتك؟ لو تعرف اللي هم سكان الاسكيمو، سكان الاسكيمو دول عمرهم ما بيجيلهم ولا امراض دم ولا جلطات في الرئه ولا جلطات في الدم ولا جلطات في القلب ولا ارتفاع انخفاض درجات الحراره. فبداوا ياخدوا الفكره دي، قال لك طب الاسكيمو بياكلوا الاسماك وفي نفس الوقت ما بيحصلهمش اي مشاكل خالص وبيعيشوا مده طويله جدا، فبداوا يستخدموا كده. لكن احنا بالنسبه لنا في التبريد في الشعب الهوائيه، طبعا دي بتبقى الشعب الهوائيه رفيعه جدا، فبندخل عن طريق المنظار، وطبعا ما فيش فتح ولا حاجه، احنا بندخل مثلا عن طريق الفم او الانف
للشعب الهوائيه، بندخل لغايه مكان الورم، وبعد كده عن طريق المنظار بندخل المجس بتاع التبريد ونبدا بقى نعمل تبريد وتجميد للورم. فدي من الحاجات الكويسه، وساعه والعين يروح بيته. طب دكتور، الحقيقه انه مجال الطب من اهم المجالات اللي لازم طول الوقت الكوادر الطبيه كلها تكون متابعه جيده للمستجدات اللي بتحصل طول الوقت، والتكنولوجي حتى الجديده اللي بتقدم في العالم كله. بالنسبه للمؤتمر، يعني اكيد المؤتمر ناقش عديد من الابحاث العلميه المهمه لامراض الصدر وجراحه الصدر، ايه الجديد في هذا المجال يا فندم؟ هو كان من ضمن الجلسات العلميه الجديد في تليفات الرئه، لان عارفه حضرتك الحمد لله ان جامعه عين شمس بدات ان هي تعمل حاجه اسمها استئصال للرئه وزرع رئه جديده. فدي برضو كان ما لهمش حل المرضى زمان، كان بيبقى فيه تليفات في الرئه وبعد كده ياخد علاجه ويطول العلاج بيتحسن، لا ما بيتحسنش او بيفضل بقى طول عمره على الاكسجين الخارجي. فبنناقشنا ازاي بقى نستخدم الادويه الحديثه، وفي نفس الوقت ان انا ممكن بدايه زي ما عين شمس بداوا يسلكوا مسلك زرع الرئه، ان احنا جامعه اسكندريه تبدا في زرع الرئه عن طريق ان كان معانا اساتذه جراحه الصدر. فده جزء. الجزء الثاني السده الرئويه، وفي نفس الوقت الرب الشعبي والحساسيه الصدر. ناقشنا برضو في ارتفاع شريان الضغط الرئوي، ده برضو كان زمان يعني ما كان الادويه بتبقى قليله جدا، دلوقتي الحمد لله وكان معانا اساتذه من معهد القومي للقلب واساتذه من عين شمس والقاهره، فكانوا دول سباقين، زائد الاكاديميه الطبيه العسكريه للجيش، دول من الناس السباقين في هذا العمل في ارتفاع شريان الضغط الرئوي. فالحمد لله ناقشنا على مدار ساعه ازاي استخدامات الادويه والاجهزه الحديثه في هذا المجال. لا. الحاجه بقى اللي بعديها بقى حضرتك، احنا عملنا ورش عمل كويسه جدا لشباب الاطباء، لان عارفه حضرتك لو هو مثلا سافر بره واحد او اتنين بيسافر، لكن لو احنا جبنا العلماء والعلماء اللي داخل مصر احنا عملنا ورش العمل. دي نقطه مهمه جدا يا دكتور. طبعا يحضرها 60 طبيب من شباب الاطباء، حضرتك حضر 130 طبيب، وطبعا ما قدرناش نقول لهم لا اتفضلوا، وده ويسعدنا جدا طبعا ان شباب الاطباء يتعلموا يرجعوا للمستشفيات بتاعتهم طبعا. يعلموا اكثر واكثر وهكذا، وعشان نحد بقى من الهجره شويه. صحيح. دكتور، يعني حضرتك تحدثت عن فكره كمان مناقشه والبحث العلمي توصل لايه واخر الاجهزه التكنولوجيه الحديثه المستخدمه، لكن في الحقيقه لو انا عندي العلم وعندي الاجهزه الحديثه مش هقدر ان انا اتعامل بيها من غير ما يكون عندي كادر طبي مميز ومدرب على استخدام هذه الاجهزه. ازاي قدرتوا ان انتوا تتوصلوا لرفع كفاءه الاطباء لاستخدام التكنولوجيا الحديثه؟ هو حضرتك احنا كاستاذه في الجامعه ده دورنا ان احنا نعلم الناس كلها، وده زكاه العلم. فارجع لو تفتكر حضرتك احنا الجهاز بتاع تخطيط الاوراق والتبريد في جامعه اسكندريه الله يرحمه صلاح سرور استاذنا هو اللي علمنا، وسافرنا انجلترا اتعلمنا ورجعنا تاني لمصر سنه 98. بعد كده احنا كنا اول ناس في الشرق الاوسط. بعد كده رحنا جامعه القاهره، وانا طبعا شرف ليا ان انا كنت اروح اعلم اخواتي هناك، بعد كده عين شمس، وبعد كده اسيوط، وبعد كده دمياط، وبعد كده حديثا في سوهاج، ورحت لقيت عندهم هناك وعلمتهم على الاجهزه. فده كلهم المرضى دول قرايبنا، فلازم نبقى كلنا متعاونين مع بعض كاساتذه وكاطباء، سواء كانت في الجامعه او سواء كان في وزاره الصحه او في التامين الصحي او في مستشفيات الشرطه او الجيش، فكل دول احنا التعاون كلنا كنا حاضرين في المؤتمر، والحمد لله تبادلنا كل الحاجات، وكان في جلسه جميله جدا على التبريد وازاي انا بستخدمه مش بس في الاورام. انت عارف حضرتك بالذات في الاطفال الصغيرين ممكن يبلع سودانيه لبايه وتبقى محشوره في الشعب الهوائيه. صحيح. فلو انا دخلت بالمنظار ما بعرفش اشيلها. فكان استاذه في جامعه القاهره قدمت ازاي انا بالتبريد المجاز بتدخل حضرتك بالجهاز وبتلزق فيه زي كيس اللحمه كده في الثلاجه، اللي هو مثلا لو في حته سودانيه او لبايه تمسك في المجاز بتاع التبريد وتطلع بقى بيها ما شاء الله من غير اي مضاعفه. طب دكتور، بالنسبه للجديد في تفتيت الاورام بالكي الجراحي؟
عندنا برضو اللي هو التاي الجراحي. عارف حضرتك ان كل حاجه ليها استخدامات، يعني انا ممكن اخد بالعينه اقول مثلا لو العينه دي او الورم ده موجود في الشعب الهوائيه اللي هي القصبه الهوائيه، فطبعا العلاج بالتبريد ساعات بيحصل تورم بسيط، فلو هو موجود في القصبه الهوائيه ما اقدرش ابدا بيه عشان ما يحصلليش اختناق للمريض، فببدا بالتاي الجراحي افتت مثلا 60-70% من الورم وبعد كده اكمل بالتبريد. فكل ما يكون عند حضرتك جهاز ده وجهاز ده وجهاز ده، فكل واحد ليه استخداماته، وبالتالي ان انا ما استخدمش حاجه واحده واقول هي دي بس، لا انا بنقعد زي كونسولت وكده كلنا مع بعض، اخلع وفتحت الصدر ومسلسل الاشعه وبنقول يا جماعه المريض ده احسن حاجه له ايه، نقول له الحاجه الفلانيه نبدا نشتغل فيها. طيب بما اننا دكتور على اعتاب متحور جديد لفيروس كورونا، فهل تحدثتم عن فكره متلازمه ما بعد الكورونا؟ هو طبعا غير طبعا الميكرون والكوفيد 19 حضرتك، لان انا كنت مقرر اللجنه العلميه بجامعه اسكندريه كلها، يعني صحيح. كل اساتذتنا كنت انا مقرر اللجنه بتاعت الكورونا، طبعا الطلبه انت عارف حضرتك طلبه الجامعه كلهم كل التخصصات التمريض العمال وغير، بس برضه المرضى بتوعنا اللي هم في وزاره الصحه. نعم. فالمتلازمه دي كانت واضحه قوي في الكوفيد 19 وكده. لكن المتحور الجديد الحالات في حالات كتيره، ومثلا حضرتك لما عضو في الاسره بيجي له كورونا البنين بيتحرك، بس نسبتها بسيطه جدا، الاعراض خفيفه جدا، بتيجي يوم تاني يوم بتبقى ممتازه. في نفس الوقت ان ممكن ما يجيش بحراره خالص، بكحه بسيطه، التهابات بسيطه في الزور، شويه اسهال المختلفة تماما. وانا بطمن الناس والسادة المشاهدين ان نسبة اللي هي بتدخل مستشفى او بيحصل لها نقص في الاكسجين قليلة جدا 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 جدا، وما فيش حد الى الان احنا حتى مثلا اصاب ودخل مستشفى واحتاج العناية وجهاز تنفس صناعي. فبالتالي ان المتلازمة اللي بتحصل هي لسه ما حصلتش، ان المتلازمة بتحصل بعد شهرين لثلاثة من صحيح. المتحور نفسه. فانا يعني اعتقد ان هي ان شاء الله مش هتبقى زي طبعا الكوفيد ده، في لغايه دلوقتي بعد سنتين وثلاثه ناس بتعاني منها صحيح، لكن الجديده يعني ان شاء الله مش هيحصل منها اي مشاكل ان شاء الله يا فندم. طب دكتور اخيرا خليني يعني اسال حضرتك، بعيدا عن موضوع المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الصدر والعلاج بالتبريد، واستغل وجود حضرتك معنا، يمكن مؤخرا طبعا التدخين موجود بقاله فترة، كان مؤخرا بقينا بنسمع حتى عن السجائر الإلكترونية، عايز أعرف من حضرتك ونفكر السادة المشاهدين أضرار التدخين بشكل عام، وفي ناس معتقدة وطبعا ده حابين نعرفه من حضرتك أنه السجائر الإلكترونية أفضل من التدخين، وفي البعض الآخر بيقول أنه لسه إحنا بالعكس الأبحاث ما زالت مستمرة، فلسه حتى ما نعرفش، يمكن أضرار التدخين عارفينها لكن أضرار السجائر الإلكترونية مش عارفينها. هو عارفة طبعا أضرار التدخين أنت عارف حضرتك لو أنا شربت السيجارة بيطلع منها 3800 عضو صحي، يعني مش انا بقول مثلا ايه ده النيكوتين بس او سوري الاطران بس او لا لا 3800 عضو صحي. جزء منهم طبعا ضهره بيعمل الاورام والسد النووي، وجزء منهم بيبقى خامل، لكن لما انا بستخدم بقى السجاره والحراره والحاجات دي بتتحول وتبقى عامل مساعد للاورام. فطبعا نسبه كبيره جدا هيقولوا لي طب انا دكتور انا قريبي عمره 80 سنه وبيدخن ما حصلوش حاجه، ماشي، بس نسبه اللي بيحصل فيها اورام والسد الرئويه 20%. طب هل حضرتك هتضمن انت لما تدخن هتبقى انت من 20% ولا من 80%؟ وسبحان الله لو انت من 20% وبدا يحصل اورام وممكن تتطور الامور ويحصل بقى المشاكل بتاعتها. طب لو انت من 80% ما برضه ال 80% اللي مش هيحصل له حاجه، لكن التدخين السلبي هيأثر على الاسره طبعا، بالتالي انت ضريت شخص اخر غير مدخن. نعم ضريت شخص اخر بالتدخين السلبي هو غير مدخن. فانا لو انا عندي حد مثلا بيدخن وقالوا ان الاب والام بيدخنوا في البيت، ولو عندهم طفل صغير مولود، لما يوصل الطفل ده عمر 3 سنوات حسوا بالاحصائيات ان هو كانه دخن 150 علبه سجاير. شوف قد ايه كبير قوي جدا. فبدا يقولوا طب اخد الشيشه، فاهمين حاجه ازاي؟ طب الشيشه دي ده بالعكس هي مضرها اقل شويه من التدخين على اساس ان الدخان بيدخل على الميه وبيتكرر، لكن فيها حاجتين مهمين جدا. اول حاجه وبالذات مهم جدا الضرر الرئوي،
انت عارف حضرتك الكافيهات لما حد بيقول له لا ده انا بستخدم اللي الطبيعي واللي المعقم، لا لا، انت بعد ما حضرتك بتشرب وتسيبه وتمشي في اللي هم الضمير بقى والحاجات دي كلها، وعايز يكسب اكتر واكتر، فبروح جاي واخدها مغسلها وحاططها تاني في الكيس لحد تاني. عشان كده بدا الضرر الرئوي يعلى شويه، احنا كنا الحمد لله من اقل معدلات الضرر على مستوى العالم. احنا كجامعه مش ماسكين ملف الضرر، لكن وزاره الصحه هي اللي ماسكه ولها اداره على مستوى مصر، فبنتابع معاهم. بقول لحضرتك اقل ما يمكن، لكن بدا يعلى علشان اللي هم بيقولوا عليه الكافيه. يعني هو على اي حال هو بلا شك ليها اضرار كتيره جدا فكره السجاير، سواء كانت السجاير في شكلها التقليدي او الالكترونيه، لكن يعني هي ظاهره لابد من الاقلاع عنها، وربنا يحفظ ويسلم الجميع. بنشكر حضرتك الدكتور احمد يوسف، استاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكليه الطب جامعه الاسكندريه.